لكن مشاهدينا اليوم رح نكون عم نستهدف عضلة الكتف الجانبية. هلا رح نعملها هيدا التمرين، فينا نعمله نحن وقاعدين وفينا نعمله نحن واقفين، بس نعمله نحن وقاعدين بنكون عم نخفف الضغط على أسفل الظهر وما بنكون عم نركز على عضلات ثانية غير على عضلة الكتف. فرح نعمله هو الكواع رح يكونوا بهذا الشكل، ما فينا نبلش من تحت، رح نبلش على طول يعني تقريبا الكوع بده يكون على مستوى الكتف بهذا الشكل، وكواع شوي صغيرة لجوا رح فرجيكم إياها عن الجنب. يعني الكتف الكوع سوري ما بده يكون هيك لورا كرمال ما يكون عم حط ضغط على المفصل تبع الكتف، بدي خليها شوي صغيرة لقدام ميلة كرمال خفف الضغط، وبدي اطلع فيها على الأخير لفوق راسي بهذا الشكل. رح نرجع نعملها نحن وقاعدين، رح خلي ظهري مسنود ورا وراسي مسنود، باخد نفس بشد معدتي وبطلع لفوق على الأخير، برجع بنزل، جرب ما انزل كثير لتحت كرمال ما ترخي عضلي، خليها بس على هذا المستوى وبفضي هواء فوق. بعمل عدد التكرارات بين 10 و15 تكرار كرمال كون عم حس فيها للعضلة مزبوط، وإذا كان الوزن أعلى أكيد فينا نخفف الأوزان. أما بالنسبة إذا بدنا نكون نعملها على الواقف فأكيد رح يكون في شوي ضغط أكثر على الظهر. اللي بدنا نعمله هون لازم نشد المعدة قد ما فينا ونثبت إجرينا بالأرض مزبوط كرمال نشيل كل الضغط عن أسفل الظهر، وباخذ نفس وبفضي نفس فوق بنفس الطريقة نحن قاعدين، بس هون الفرق إنه نحن واقفين. هيدي بالنسبة لأول حركة. الحركة الثانية رح نعملها هي كرمال الكتف الأمامي يلي هي العضلة الأمامية من الكتف اللي رح نعمله كمان. رح خلي ظهري جالس، المعدة مشدودة، الظهر أكيد جالس، وبدي أطلع على مستوى الكتف، ما بدي أطلع لفوق كرمال ما أكون عم حرك عضلة ثانية، بدي أكون عم بستهدف العضلة الأمامية من الكتف، بدي أكون عم بطلع فيها بس على مستوى الكتف بهذا الشكل. بنزل على الأخير باخد نفس وبفضي نفس فوق على طول، طبعا بدي اكون شادد معدتي وستيبل كل الوقت، بفضي هوا فوق وبرجع بنزل. كمان للي بيعانوا من الام بالظهر ما قادرين يعملوها على الواقف فينا نعملها نحن وقاعدين، اكيد بخلي المعده مشدوده ظهري جالس وبطلع لقدام على مستوى الكتف. بجرب خلي انا ونازل خليها شوي شوي، يعني ما اكون عم انزل بسرعه واطلع بسرعه، كمان ما اكون عم حط ضغط او يصير عندي وجع بالكتف، بطلع على المستوى كتف وبرجع بنزل لتحت كذلك الامر. اذا نحن واقفين كمان نفس الطريقه لفوق ولتحت، انا طالع باخذ نفس وانا نزيل فضي النفس. هيدي بالنسبه للعضله الاماميه من الكتف. هلا رح نرجع للعضله الجانبيه من الكتف، رح نعمل لاترال او ريز، نحن بنقولها لاترال ريزز بالانجلش. اللي رح نعمله هو رح يكون بهذا الشكل، الكوع ما بدي خليه ستريت هيك كرمال ما اكون عم حط ضغط على مفصل الكوع، بدي يكون طعجه شوي صغيره، بنعمل انلوك بطلع لهون على مستوى الكتف، كمان ما بطلع كثير لفوق كرمال ما اكون عم شغل عضلات ثانيه، بنزل لتحت على الاخير وبوصل لهون. رح اعملها بالايدتين كرمال تشوفوني، باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق، اكيد المعده مشدوده، الظهر جالس على طول وبوصل على مستوى الكتف. عدد التكرارات بين ال10 وال15 حسب ما انتم مرتاحين، اذا الوزن خفيف بتزيده، اذا ثقيل بتخففه حسب الراحه. هيدي بالنسبه نحن واقفين، كمان كذلك الامر فينا نعملها نحن وقاعدين كرمال نخفف اي ضغط على اي عضلات ثانيه، وبفضي هواء باخذ نفس تحت وبنزل شوي شوي كرمال كون عم حس بالعضلة 100% وما كون عم حط ألام أو ضغط عليها، هيك بتكون شغلت العضلة مزبوط. هيدي بالنسبة لثالث حركة. رابع حركة رح نستهدف الكتف الخلفي اللي موجود هون. بهيدي الحركة رح نكون عم نميل ظهرنا شوي صغيرة لقدام بهيدا الشكل 90 درجة، المعدة مشدودة، الرقبة على طول لتحت كرمال ما اكون عم عليها هيك وحط ضغط على الرقبة، وبدي اطلع بالايد جانبي هيك. بهيدي الحركة بكون عم شغل العضلة الجانبية من الكتف، سوري الخلفية من الكتف بهيدا الشكل. رح اعملها بالايدتين كرمال تشوفوني كيف عم بعملها، بوطي ظهري لقدام باخذ نفس وبفضي نفس،
بجرب قد ما في ما اطلع كثير لفوق كرمال كمان ما اكون عم شغل اي عضلات ثانيه انا ما بدي استهدفها. بطلع بس على مستوى الكتف في هذا الشكل وبنزل برجيكم على الجنب، باخذ نفس تحت فضي نفس فوق، هون هيك بكون عم بستهدف العضله الخلفيه من الكتف، هيك بكون استهدفت جميع العضلات الكتف. هلا رح نرجع نعيد من الاول. اول حركه عملناها هي الكتف النصانه، فينا اعملها انا وقاعد، بخليك واعي شوي لجوا وبدهم يكونوا على مستوى الكتف، المعده مشدوده، باخذ نفس وبفضي نفس فوق. عدد التكرارات بين 10 و 15 تكرار، فيني كمان اعملها على الواقف بس هون بدي اكون منتبه منيح لعضلات الظهر كرمال ما اكون عم حط اي ضغط ما بدي اياه. هيدي ثاني اول حركه. ثاني حركه قلنا الاماميه يلي هي بدي اطلع بالدمبل على مستوى الكتف بهيدا الشكل، باخذ نفس تحت فضي هوا فوق، هيدي بكون عم بستهدف العضله الاماميه من الكتف، فينا اعملها كمان انا وقاعد بهيدي الطريقه، معده مشدوده وبركز على العضله اللي عم شغلها. اما بالنسبه لثالث حركه هي العضله الجانبيه كمان من الكتف، رح كون عم بطلع هيك جانبي، باخذ نفس تحت وبفضي هوا فوق، بخلي النزله شوي شوي بطيئه كرمال كون عم حس بالعضله مزبوط. وبالنسبه لرابع حركه هي العضله الخلفيه، رح كون عم بعملها بهيدا الشكل، على طول المعده مشدوده، الظهر جالس وعلى طول شادد حالي مزبوط. هيك بنكون خلصنا جميع عضلات الكتف، منها النصانيه والاماميه والخلفيه.